مرحبا، أنا عمر النمر. اليوم رح نتعلم كيف نعمل ريسكيل أو ريسايز لصورة أو أكثر من صورة بكبسة زر من غير ما نخسر كواليتي. عندنا هدول الصورتين، بنفتحهم بنشوف قديش حجمهم. 5000 وإشي ب 3000 وإشي. يا لطيف، شو هذا؟ نفتح نيو فولدر، بنسميه مع اسم الفايلات ديد بلانز، بنحط جنبها ريسايزد أو ريسكيلد، بعدين كوبي بيست أو بزق ولزق، بعدين نفتح. هلا ليش عملنا تو كوبيز؟ هذا رح يضله بالحجم الأصلي وهذا اللي رح نصغره، رح نلعب بالحجم تبعه. نفتح أوتوميتر، ورك فلو، تشوز فايلز أند فولدرز، أسك فور فايندر أيتمز، دراج أند دروب فايلاتي على الديسكتوب، allow multiple selection، بنروح للفوتوز، scale images، don't add. هلا يا منغير بالبيكسلز يا بالبرسنتج، انا بفضل برسنتج، وبعد 66 تجربه اكتشفت انه 15% اكثر شيء بناسبني. بنقول له run، بنقي الفايلز اللي بدي اغير حجمهم، choose. هذا الصوت يعني تمت العمليه بنجاح. نفتح هذا القديم رح نلاقي انه الحجم لساته كبير والكواليتي عالي. بنفتح الجديد اللي هن هدول، الكواليتي كمان عالي بس الحجم اختلف، صار 800 وإشي ب 500 وإشي. بتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم، ومنشوفكم بالحلقة الجاي.